مساء الخير يا استاذ. مساء الخير يا استاذ معني. يسرني جدا ان النهارده اقدمك في برنامج شعراء الغناء السوداني، وارجو ان تتكرم وترد على الاسئله اللي حنوجهها لك. بكل سرور. متشكر. ايه هي اول قصه؟ السفر سبب لي عناية. 200 سنة 46. في مناسبة خاصة لفتها فيها؟ والله بعد ما رجعت كنت في مصر، وبعد ما رجعت من مصر للسودان سنة 46 ألفتها. أيوة. والمناسبة ترجع إلى أنه سنة 44 بعد ما انتهيت من الدراسة بتاعتي كنت في الإسكندرية في مكتبة عز الدين أحمد المصطفى في الحمام، فكانت في موجة عالية جدا فحاولت أنط فيها. أيوة. فاصطدمت بها، فالصدمة سببت لي كسر في الرقبة، فبسببها أصبحت طريح الفراش، وعديت فترة طويلة في مصر وبعدها رجعت للسودان. لما ألفت القصيدة كان في نيتك أنها تغنى أو تذاع؟ ما كان عندي أي فكرة على أن يوم من الأيام أنها ستذاع أو تغنى. لكن أحمد المصطفى يا لحنة بدون ما يديني خبر، فسمعتها في الراديو فكانت بالنسبة لي مفاجأة، وفعلا هو كان أفتكر أنه يقصد منها مفاجأة. وكان شعورك إيه لما سمعتها لأول مرة؟ اتضايقت؟ والله أول ما سمعتها كنت بشعر كده بإزعاج، ومش أنا اللي كنت بشعر بإزعاج، بعض الإخوان برضو بيشعروا بإزعاج، لدرجة أنه كل ما احمد يبتدي يغنيها يروحوا قاعدين الراديو. ويا رايك انت بقى احمد في الكلام اللي بيقوله حسن ده؟ والله الحقيقه انا يعني لحنتها وكان قصدي من لحنها انها تكون فيها يعني يكون فيها ترفيه لحسن وينسيه بعض الالام اللي عنده، لانه طبعا هو اللي الفها، ولكن اللحن كان فعلا حزين خالص حتى انه غير فكره حسن. حسن ما كان بالصوره تكون حزينه بالشكل ده، ولكن الحمد لله دلوقتي حسن يعني بقى يكون مؤلف وبحب الاغاني ويشترك معي في التلحين، في ابداء رايه في اللحن ده كويس او بطال، وبقى يعني شغلتنا الوحيده مع حسن حتى احنا كلها في الفن الحمد لله. وايه شعورك دلوقتي يا حسن وانت تسمع سفر سبب لي عناية؟ طبعا شعور الرضا، لاني تعودت الاستماع ليها، واشكر احمد المصطفى على المؤامره بتاعته. برضك انت مؤامره لسه؟ طبعا مؤامره. وتشجيع بعض الأقوال. أفتكر ده من الأسباب الرئيسية اللي خلتني غيرت من نظرتي للحياة، ودفعتني إلى هذه الهواية الجميلة اللي هو التأليف والاستمتاع بما في دنيا الغناء من روعة وجمال. ألفت أغاني كثير بعد كده؟ والله ألفتها. ويا ترى برضو أحمد له نصيب الأسد منها؟ تقدر تقول أغلبيتها من نصيب أحمد. ليه بقى؟ هل أنت بتختاره بالذات ولا هو بيطلب منك؟ أبدا، لكن بحكم وجود أحمد دايما معاي فبيكون متواجد لما تكون عندي. من مكتبة عز الدين أحمد المصطفى. نهدي من الرمال سفري سبب لي عنايا، وفي الرضا وفي جدان هنايا، أطرح حبيب أمل منايا، وأبكي على هذه الجناية، وأبكي على تهديم بنايا، ليت حبيبي علي نايا. أهم في أسباب أزايا
باب أزايا سودا همي وعزايا صابر ولم أعلم جزايا وتأويها أصبح غزايا صرت مسلم لرزايا زي طائر مكتور جنا دهين صابني بكل خفايا وحصم وعكر لي صفايا برجع على حبي وفايا وعلم في وجودك شفايا شين لا شي بس نفايا علّ بما ستجد نفاياً شيء لا شيء بكفاياً علّ بما ستجد Hey,